كيف تكون معاملة المخالف بين المتساهلين وتساهل ماذا يؤدي إلى تميع الشخصية السنية وبين المتشددين التشدد وماذا قد يؤدي إلى الكثير ما سمعناكم تذكرونه من عدم إقامة الحجة على المخالف وغير ذلك وأقول هذا كذلك حتى لا أتعبكم في تكرار ما ذكرتموه جزاكم الله خير لكن تقوم بعض الشبه من أفعال السلف كمثل قول بعضهم القلوب ضعيفة والشبه خطافة عند مجالسة المبتدعة وكذلك تنفير إمام أحمد رحمه الله من الحارث المحاسبين نعم عن قراءة كتب وبين معاملة هذا المخالف على ميزان حسناته وسيئاته يعني هنا قاعدة تقول ننظر في حسناته وسيئاته وثم كلام بعض السلف في التنفير من المبتدع وإن كانت لهم حسنات نعم الله خير الذي أراه والله أعلم أن كلام السلف يرد في الجو السلفي يعني في الجو العامر بالإيمان القوي والاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو تماما كالمقاطعة مقاطعة المسلم للمسلم تربية وتأديبا له هذه سنة معروفة لكن في اعتقادي وكثيرا ما سئلت أقول زمننا لا يصلح المقاطعة زمننا إذن لا يصلح لمقاطعة المبتدعة لأنه معنى ذلك أن تعيش على رأس الجبل أن تنزوي عن الناس وأن تعتزلهم ذلك لأنك حينما تقاطع الناس إما لفسقهم أو لبدعتهم لا يكون لك ذلك الأثر الذي كان يكون له يوم كان أولئك السلف الذين تكلموا بتلك الكلمات وحضوا الناس على مجانبة أهل البدع ذلك بلا شك أمر مشتق من توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم التي منها مثلا حديثه المشهور مثل الجليس الصالح ومثل جليس السوء الحديث معروف فهذا الحديث يعطينا ما يقوله بعض البلاد كمثل الصاحب ساحب الصاحب ساحب لكن مجالسة المبتدعة شيء والابتعاد عنهم حتى مما يكثر السؤال عنه فلان مثلا صوفي يتوسل بالأنبياء ورسول إلى آخره وهو يؤم الناس فهل أصلي خلفه أم لا؟ أنا بقول صلي خلفه هذا شيء ومصاحبته ومجالسته والاستفادة منه هذا شيء آخر وأظن أنه يؤيدني في هذا التفريق ويلتقي مع توجيه السلف في بعض تلك الكلمات التي ذكرتها آنفا أنه وصل إلينا أن من عقيدة السلف الصالح الصلاة وراء كل بر وفاجر والصلاة على كل بر وفاجر فالآن يكون من التشدد أن نتخذ هذه الكلمات في تنفير الناس من الصلاة وراء هؤلاء الأئمة الذين قل من يكون فيهم على السنة فتكون العاقبة أن يلزموا بيوتهم وحوانيتهم ويعطلوا جماعة المسلمين فهذا ينافي قولهم بأنه من العقيدة أن تصلي وراء كل بر وفاجر ولكن
يكون صوابا أن نحذر هؤلاء من مخالطة أهل البدعة وأهل التصوف لما ذكرناه آنفا من حديث ومن المثل الذي هو خلاصة الحديث الصاحب ساحب. هذا رأيي والله أعلم.